السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير على الجميع. والآن مزاد هذه المحروسة، هذه اللي كانت محجوزة، مزاد لمدة 4 أيام يا أخوان. BMW 300 Z R6، هذا الطراز سيارة يا أخوان، هذه عليها أوراق بطاقة جمركية وارد أمريكا، الممشى في العداد 9700 وتقريبا 73. طيب، 4 كفرات، 4 عجلات يا أخوان، الباب يفتح من الأمام، مزاد في موقع صفقة إلكتروني. السيارة، نقول سيارة يا أخوان، ترى ما هو لعبة، ما هي دراجة، على تعليقاتكم الأولى الجميلة تجي كذا نوع، في بعضها يجي 3 كفرات، كفرتين في الأمام وكفرتين في كفرة في الخلف، هذه 4 كفرات، كفرتين أمام كفرتين خلف زي ما أنتم شايفين. مزاد لمدة 4 أيام. طبعا نتكلم لكم عن النوع هذا والموديل BMW، جاء منها 300 أو 600، 600 يجيكم شوية أطول، يجي باب في الجنب. طبعا الموديل هذا بدأ من عام 53 حتى 61، طبعا صنع في البرازيل وفي إيطاليا وفي ألمانيا، لها عدة مسميات، بابل كار، في الكابروليت اللي تجي كشف كامل من هنا حتى هنا كشف، وبعض الأحيان يجي بابل يعني زي القزاز. طبعا هذه تجي سلايدنج ويندو، قزاز جانبي من هنا من الراكب والسائق جنب بعض، راكبين. طبعا الباب يا أخوان يفتح من الأمام، سيارة غريبة، الكل أكيد شافها عندنا في الحساب أو شفتوها في مواقع ثانية. تم تنجيد السيت، الدركسون زي ما هو، الداخلية البوية زي ما هو، صبغ يعني صبغ السيارة اللي نشوفه حنا عليه ملاحظات ما عليها أي صبغ اللي نشوفه حاليا زي ما أنتم شايفين. هذا هنا غير عادي، شوفوا يا أخوان، غير عادي، 4 سرعات، سلندر واحد يا أخوان، سلندر واحد، ماكينة 289 cc. في مراية في الأمام هنا، مراية جانبية، عندك أغراض تحطها هنا يا حبيبي وتمشي عادي. السيارة تقدر تستخدمها يا أخوان عادي، تقدر تطلع عليها لوحات أو تقدر تصدرها، طبيعي جدا، legal car يعني سيارة قانونية مرة، لا تشيل هم إنها دباب أو شيء، بس هي سيارة يا أخوان. فراح نصور لكم السيارة بالكامل، سيارة جميلة. طبعا أيام الخمسينات والستينات يعني بعد الحرب العالمية الثانية كان الشيء هذا شيء جميل إن الناس تشتريه، ورفعت الاقتصاد العالمي. طبعا لأن السيارة كانت اقتصادية، ولا تشيل هم البنزين، سلندر واحد يعني فلها يمكن ب7.5 ريال، ما أنا أكيد أغلى، بس سلندر واحد وغير عادي. الآن بنسوق السيارة ولا نسوق الدراجة ولا اللعبة دي، خلوكم معنا. والله ودنا نطلع لكم السيارة على الرافعة تشوفوها، لكن كيف نطلعها دي؟ بس راح نصور لكم يا أخوان، خلوكم معنا. تفتحون البواب ولا أجي من هنا؟ أي طريقة، أخذ لك شوط في الصالة، يلا بسم الله. شو أوكي؟ الباب كذا. ترى راكبين عادي يجي، وراح نوريكم فيديو نشوف السيارة برا، مصورين فيديو راح تشوفوه واستمتعوا، نشوفكم على خير.